نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبان فوزهم ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. أجوانا أجواء المسابقات في هذا الشهر الفضيل والمعلومات دائما معنا في كاش مع النبهان. روح معاكم ونعيش أجواء هذه الحلقة من مول العاصمة في كاش مع النبهان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات. شنو اكثر سؤال تحلينه فطوم لما تشوفين البرنامج؟ ما تحلين سؤال معين، كل شيء اختيارات. ها تختارين انت قبل ابوك ولا ابوك اول؟ ابوك اول. والله شاطره ما تشوفين. اي شاطره 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 ما شاء الله. اي صف انت يا بابا؟ ثالث ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله وتصيرين شنو؟ مهندسه. كفو اعطيك سؤال هندسه العيد زين. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا هالعائله. مساء الخير. مساء النور. شو اخباركم؟ تمام تمام الحمد لله. انا بعد زنكم بعطي الكاش حق فطوم صراحه لان فطوم من متابعين البرنامج من الناس الشطار صح ولا لا؟ شاطرة. يلا نختار من هالبطاقات بطاقة واحد ولا اثنين. وين نروح؟ اثنين. حلو. السؤال الأول يقول سؤال سهل جدا، رايحين أمريكا ولا لا؟ رايحين. رايحين أمريكا. هلا بتحلون من غير اختيارات. يقول السؤال أين يقع ميدان تايم سكوير؟ نيويورك. نيويورك. أكيد. أكيد. شكلها ما شاء الله وايد رايح أمريكا ها؟ إيه لا. زين. ما تبي اختيارات؟ هذه الشاطرة اللي انت جايبتها ها؟ شاطرة بعد. قولي كاش انا بس كاش نيويورك. كاش نيويورك. اكيد اكيد صح. هذا اول سؤال. نصعد الحين. مبروك عليك الكاش. سؤال يقول من هي الملكة التي كانت صورها على اول طابع بريدي؟ ملكة حطت صورتها على اول طابع بريدي. اختيارات. ما تبي اختيارات. اختيارات. حلو. إليزابيث، الملكة آن، الملكة فيكتوريا. كوين إليزابيث فيكتوريا. كوين آن فيكتوريا. كوين فيكتوريا. كوين فيكتوريا. كوين فيكتوريا. ليش قلتي فيكتوريا؟ لأنها قبل إليزابيث وكان في طوابع بريدية. صحيح. ولأن أول دولة سوى الطوابع البريدية منو؟ بريطانيا. بريطانيا صح. قولي كاش كوين فيكتوريا. كاش كوين فيكتوريا. صح. حلوين ماشيين صح. مبروك عليك الكاش. انت عاد مجاوبين. اعطني سؤال بالمطبخ. مطبخ؟ شلون يعني طبخه ها؟ اي. السؤال يقول متى تم انفصال جنوب السودان عن شماله؟ جنوب السودان انفصلت، السودان كانت دولة صارت دولتين، صارت جنوب وشنو؟ وشمال. السؤال يقول متى تم انفصال جنوب السودان عن شماله؟ اختيارات. اختيارات. رسمي اختيارات. ايه. 2013 2010 2011 13 11 10. 13. اكيد. 13. رسمي. لا 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 لحظة عيد الاختيارات. 11 13 10 13 10. ها 2010. 2010 اكيد. ها مو 11 10. أكيد 10. أوكي غلط. 2011 طبعا تم انفصال جنوب السودان عن شمال. السؤال الأخير يقول ماذا يسمى صوت الأرنب؟ ماذا اختيارات فيه؟ يسمى صوت الأرنب. ما في اختيارات؟ دينار. ما في اختيارات. السؤال الأخير يا يعني نسحب الستين أو تأخذ الستين. صوت الأرنب. ماذا يسمى صوت الأرنب؟ لازم نجاوبه؟ لازم تجاوبونه ولا ناخذ 60؟ لا مو لازم،
لا تجاوبوا انا اخذ 60 زين فطوم حيوان صعب يا يب اعطينا 60 يا فطوم يلا اعطيه 60 ايوه والله شاطر فطوم اعطيتي 80 لا اي والله اعطيتني 80 كريمه يا فطوم زين صوت الارنب ما تعرفونه لا ها هو صغيب صوت صغيب. الارنب صغيب معلومه هذه حلو هذا انت بالمطبخ بعد تنمي المعلومات يلا انزين ما خلصنا سرايل العطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذا العطر هديه عليكم بالعافيه شكرا تيرتي تو لطب الاسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعه من مستلزمات الاسنان صوم لايت كل الشكر لهم هذا مشروب دايت عليكم بالعافيه وهذه دجاجه طبعا هذه حقك انت اوكي دجاجه من سرابيل كل الشكر لسرابيل بيضون هذه ساعه كل الشكر لشركه بيضون شكرا عليكم بالعافيه شكرا لمعلوماتنا حلوه ها حلوه وايد حلوه اعطيتنا معلومات اعطيتنا ما يبنا لك سؤال عن المطبخ مشكله ما ادري بصل برا الجاي سالت عن المكونات المكبوس اي والله الله يعطيك العافيه يلا مشكور اعطيك العافيه الله يسلمك الله يعزك طول عمرك ربحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش مع النبان كامرتين عندنا واحده مني وواحده مني اوكي يلا شو معلوماتكم شنو زينه كلش صفر صفر الله يستر وانت لا كلكم أي. اصفار شلون راح تجاوبون هي زينه بس ها يعني. شنو زينه معلوماتك يعني ما ادري احاول تحاولين يلا زين حاولوا ترى سلتنا سهله احنا جاهزين شباب مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات مساء الخير مساء النور شو اخباركم تمام الحمد لله يلا نعطي حق منو الفلوس تفضلي 120 دينار خلينا نعدهم على السريع 20 40 60 80 120 صح يلا اختاروا من هالبطاقات بطاقه واحد اثنين ثلاثه وين نروح ثلاثه انا قلت اثنين اثنين يلا اثنين اختلفتوا من اول شيء زين يلا اثنين السؤال الاول يقول جدا سهل السؤال اوكي من هي اخر زوجات النبي عليه افضل الصلاه والسلام من هي اخر زوجات النبي عليه افضل الصلاه والسلام عائشه سيده عائشه عليها السلام انت ايش تقولين ما تبون اختيار عائشه ما تبون اختيار لا مو لازم واثقين واثقين ان شاء الله اكيد ولو كاش من علمتكم لا ما حد علمكم ولو كاش سيده عائشه عليها السلام كاش سيده عائشه عليها السلام غلط هي ميمونه بنت الحارث اعطوني 20 لان الغش دائما مو زين خلوكم وياي انا بعطيكم اختيارات يلا السؤال الثاني يقول ما هي المده التي قضاها نيلسون مانديلا في السجن تعرفون نيلسون مانديلا زعيم وكان رئيس لجنوب افريقيا كم المده التي قضاها نيلسون مانديلا في السجن اختيارات ولا لا اختيارات ايوه كذي اختيارات 20 سنه 27 عاما 40 سنة 20 سنة 27 عاما 40 سنة ها شو تفكرون فيه؟ يعني فكر شاكين بشنو؟ أنا ما أنصح يعلمونكم لا لا معاكم ايه شنو؟ نمشي على إحساسك عيل إحساسها شو يقول أعطيه المايك؟ 20 20 وأنت؟ 20 معها 20 معكم ايه أكيد قولوا كاش 20 كاش 20 غلط هي 27 صار لنا ساعة نقول لكم 27 يلا مالي السؤال الثالث يقول ركزوا يلا السؤال يقول من القائل شيئا لم تراه بعينك لا يحق لك الحديث عنه شيئا لا تراه بعينك لا يحق لك الحديث شنو عن حلو يلا. من قائل هذه الحكمة الجميلة توماس بين شكسبير أبو الأسود الدؤلي توماس شو اسمه توماس شنو توماس بين خلاص هذا توماس توماس بين شكسبير تعبتوني قولوا كاش كاش توماس توماس بين توماس بين أكيد أي
شكله انتم ما راح تحلون لها السؤال. صح هو توماس بينمن قال شيئا لم تراه بعينك لا يحق لك الحديث عنه. عندكم 20 دينار الحين، السؤال الاخير ب 60 دينار، تاخذون السؤال ايش كثر يصير وياكم؟ كم؟ اذا 20 و 60 كم؟ 80 80 اي. السؤال يقول بعطيكم معلومه لكم وللمشاهدين الكرام، في طائر دائما نشوفه اذا لا سمح الله وقعت حرائق كبيره قالوا لا، الطائر هذا ينقل النار من مكان الى مكان. ليش ينقل النار من مكان لمكان؟ لانه يقولون انه حاول انه يقتل مجموعه من الكائنات عشان هو يعني يعيش عليهم او انه يفضل الجو. سؤال يقول ما اسم الطائر الذي يوصف بالاجرام ويتسبب بنسبه كبيره بالحرائق؟ اعطيتكم معلومات عنه كافيه. شو اسمه هذا الطائر؟ لا ماكو خيارات. ما في خيارات. على 60 دينار. انتوا اول سؤالين كانوا سهلين في متناول اليد، بس هذا السؤال ما تلامون اذا ما حليته، لانه سؤال صعب. ها، ما هو الطائر الذي يتسبب بنقل الحرائق من مكان لمكان؟ شوف اذا صارت حرائق في غابات كبيره ينقل، شايفينه ولا لا؟ لا. مو شايفين الطائر هذا؟ لا. مو طالعين اخبار؟ لا. مو شايفين حرائق كبيره؟ لا. انزين شايفين؟ زين الله يبعد عنا الحرائق ان شاء الله. ها خلاص قولوا كاش. لا يوجد جواب. لا صبر دقيقه. قولوا كاش بعد لكم ليش 6 6 5 4 3 2 1. غلط. هو الحدأه. قلنا الحدأه ما قلته غششوكم، ما يجوز الغش. اعطوني 60. لا اعطوني لا 60 مو 20 60 60 ايوه هو الحدأه. يلا بقى في هذا لو مو غاشين شاذين. سراي للعطور كل الشكر لهم، حيث وياكم عشين بعد جوائز جوائز. سراي للعطور كل الشكر من يخدموا لكم هذا العطر. 32 لطب الأسنان كل الشكر لهم. منو ضيعكم؟ يدتتوا صوم لايت كل الشكر لهم يخدموا لكم هذه الهدية. وسرابيل طبعا هذه جداشة عليكم بالف الف عافيه. يعافيك شكرا. وبيضون كل الشكر لهم، هذه ساعه اتوقع انها نسائيه. اوكي عليكم بالعافيه. كلينيك مركز تجميل كلينيك يقدم لكم كوبون ومجموعه من مستلزمات. شكرا. الحين عرفتوا المعلومات ولا لا؟ عرفنا. شو اسم الطائر هذا؟ حدا 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 اي. زين معلومه زين ما تنسون هذه بعد ان شاء الله. خلاص حلو. مستمرين معكم في كاش مع النظام. نطلع فاصل ونرد مع النبان، نطلع فاصل ونرد مع النبان، عدنا بعد الفاصل مع النبان، عدنا بعد الفاصل مع النبان. شلون جديدة يعني تو جاي الكويت؟ زيادة. ها زيارة. حياك الله. هلا فيك. انت عايشيني ها؟ ايوه. بسم الله. جاهزين؟ جاهزين. يلا شباب. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا القوات. مساء الخير. مساء النور. اهلين. كل عام بخير. انت بخير. اخباركم تمام؟ يا اهلا وسهلا. تفضلي. تفضلي. هذه 120 دينار. حلو؟ شكرا. شلون معلوماتكم؟ حسب الاسئله. شاطره بشنو عشان نعطيك سؤال؟ انا معلومات عامه. معلومات عامه. زين احنا اسئلتنا من كل مكان، من كل بستان زاره. هذا أنا مسوي لك يعني تشكيل. ما بدي أحدد أنا من وين. يلا زين. عندنا ثلاث بطاقات عموماً، ما راح نقدر نختار لك اللي موجود. ثلاث بطاقات اختاروا من هالبطاقات. يلا اختاري اختاري. الأولى هذا الوسط خير. أوكي. الأمور أوسطها. أوسطها. نقول بسم الله. بسم الله. السؤال يقول من هي أكثر دولة استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية؟ من هي في خيارات دولة استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية؟ صيفية. شلونكم بالرياضة؟ يعني يعني أرجية. مش كتير. شو بتشجعون انتم بالكويت هني؟ العربي. العربي أرباوية. ها لبنان الأنصار ولا النجمة؟ نجمة وأنصار مع بعض اللي بيربح. أنا مش مع حدا معي. من هي أكثر دولة استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية يا عرباوية؟ هل هي اليونان، فرنسا، أمريكا؟ اليونان، فرنسا، أمريكا؟ فرنسا بعد تهيد. فرنسا. ها. أربع مرات نظمت أو استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية. فكروا بصوت عالي لأن الناس كيف يفكروا. إيه. بعد الشاشة.
اليونان. 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 خلينا على إجابتها ولا بنغير؟ إجابة مرتين. لا. هي بس باقي تقولها من الأولى. الأولى. الإجابة الأولى. هي هي. فرنسا. 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 يلا. قولوا كاش فرنسا. كاش فرنسا. يلا كاش فرنسا. كاش فرنسا. تقولون شنو على شيء زين منيح ها؟ منيح. 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 مش منيح. اليونان. بس هالشيء. لا هي مين؟ أمريكا. أمريكا تقريبا نظمت أو استضافت الألعاب الأولمبية 4 مرات. اليونان كانت أول دولة. ما في اتصال بصوتي. ما في اتصال بصوتي. إنزين. السؤال الثاني يقول. ما جمع كلمة قدر؟ قدر. ما جمع كلمة قدر؟ قدر إيه؟ أقدار. إيه. أقدرة. ودور. أقدار أنا بقول. أقدار. أقدار. أقدار أكيد. إيه أكيد. كاش. يعني أنا كاش. أقدار. أقدار. أكيد. أقدار أو قدور أو أقدرة. أقدرة. لا كاش أقدار. أقدار. واثقة هي. أقدار. واثقة. قولي كاش. كاش أقدار. أكيد. أكيد. صح. أقدار هي. مبروك عليك الكاش. قدر. حلوين. هذه أول. 20 دينار. السؤال الثالث. ركزوا. سؤال اعتقد انه سهل. قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حلو. سؤال يقول كم عدد الاشهر التي يكون عدد ايامها 30 يوما؟ كم عدد الاشهر التي يكون عدد ايامها 30 يوما؟ شو بتقول انت حزيران؟ لا عدد صوت عالي. نبي نسمع. نبي نسمع الاشهر اللي عدد ايامها 30. فيني فيني عدهم على الهواء. لحظة. لا نبي نسمع عشان المشاهد يستفيد. يلا انا متحذر. لا القانون 31. لا راح تخلص الحلقه. اي 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 كم شهر؟ 4 5 6. كم عدد الاشهر التي يكون عدد ايامها 30 يوما؟ عدل عدل الارقام. 4 5 6 الاختيارات. قول 4. 4. شو بتقولين انت؟ 5. ها 4. 4 اكيد. قولي كاش 4. كاش 4. كاش 4. كاش 4. جايه من لبنان معلوماتها زينه. صح. كاش 4. ليش انا كنت فكري انا فكرت انه 5. عدد ايامها 30 يوما. حلو. اخر سؤال 60. ركز. سؤال يقول من هو مخترع التلفزيون؟ من هو مخترع التلفزيون؟ اديسون. في خيارات ولا ما في؟ ما في اختيارات. 60. آه. يلا بنعد لي الخمسة. 1 2 3 بعرف. 4 5. اديسون. اديسون. مين اديسون؟ اي اسم بيو شو؟ توماس اديسون. توماس اديسون. اي هذا مال الوايرات مو مال. يلا. لا مش تلفزيون. يلا اعطونا 60. اعطيه 60. هو جون لوجي بير. لا ما رح نعرف. ما رح نعرف. بقى وياكم 40. عليكم بالعافيه. ما خلصنا. سراي للعطور كل الشكر لهم دائما متسيد بين العطور مقدمين لكم هذا العطر. عليكم بالعافيه. شكرا. 32 لطب الاسنان كل الشكر لهم مقدمين لكم كوبون وايضا مستلزمات الاسنان سوم لاي طبعا مشروب مميز وصحي ايضا مقدمين لكم كوبون. عليكم بالعافيه. شكرا. وبيضون مقدمين لكم ساعه. شكرا لشركه شكرا. بيضون وسرابيل. عندكم احد يلبس دشداشه ولا لا؟ فيها بس دشداشه تهدون اياها. شكرا. شكرا لسرابيل كلينيك طبعا من اميز عيادات تجميل مقدمين لكم كوبون وايضا مستلزمات للتجميل. شكرا لكم. يلا شكرا. انتم بخير. يعطيكم العافيه. العيد المجيد ان شاء الله. الله والله يديم عزه الكويت. شكرا لكم. شكرا. 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 اربعه معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش مع النبض. نطلع فاصل ونرد مع النبان. نطلع فاصل ونرد مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الرواق. يلا يا النبان فوزوا ترى الكل. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم كاش مع النبان. كل امنياتكم معلوماتنا حازت على اعجابكم ورضاكم. دائما اقول لكم كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير. مع السلامه.
كاش كاش اخبر كاش مع النبان بوديكم من مكان الى مكان كاش كاش اخبر كاش مع النبان بوديكم من مكان الى مكان طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي يلا يا النبان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان كاش كاش اخبر كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وونت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخبر كاش 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 مع النبهان